ايضا في دور المحترفين، لكن اسلام يسجل له بانه، لكن خلينا الان مع الكره الاماميه عن صايب السركجي، يلعب الكره عاليه ولكن بترجع للؤي نصار. لؤي يستلم، لؤي بيلعب الباص، ممتاز التقدم للامام لفريق الاسلامي، عرضيه جول 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 جول. البديل الذي لا يخسر، لا يخسر معه الاسلامي بالمره، صهيب السركجي، صهيب السركجي، صهيب ينطلق ويتقدم بعد عرضيه مثاليه ممتازه كانت عن طريق لؤي نصار والقائم البعيد البديل صهيب السركجي مع ثالث او رابع لمسه يسجل بصوره ممتازه الاسلامي قلقيليا. ليسود الشمال يتقدم على سلوان في هذه المباراه، وكل الساعات بتكلم بان الاسلامي اجرى التبديل اللازم لاحراز الهدف، بينما اكتفى سلوان بالاستمرار على نفس التشكيله. لؤي نصار، لؤي خطيره، هذه خطيره، ممكن يسدد لعرضيه، اكسار لاعبيك يا كابتن، اكسار لاعبيك، فبالتالي كان لازم يمكن تسدد او حتى تلعب الكره الارضيه. مرت بسلام، عادت حاليا ركله جزاء للاسلامي والمباراه تقلب، المباراه تقلب. الفريق الذي كان قبل دقيقتين فقط سلبيا يسجل اولا ويتحصل على، غالبا سيضعها على يمين الحارس، هلا بنشوف بيساره لؤي نصار، لؤي نصار لا على يساره، جول 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 جول. واسود الشمال تزأر من جديد، اسود الشمال بلاعبها الكبير لؤي نصار يسجلون ثاني اهداف المباراة، ثقة كبير. لحظة، اثنين لا شيء لإسلامي قلقيليا. إسلامي ينتقل للترتيب الخامس، ونوف الآن أخيرا ربما لسلوان عند خضر الحليسي، خضر خضر يا ولد، خضر يسدد، جول 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 جول، الخامس لخضر الحليسي في الموسم الحالي. ولكن هل ينفع، هل ينفع هذا الهدف الفريق السلواني للعودة؟ لوحده خضر الحليسي يلعب جلا في مرمى الهلال في الجولة الماضية هدفين، يسجل اليوم هدف سلوان الوحيد. أم هي العلامة والنتيجة التي تكررت مع نادي إسلامي قلقيلية واللي لسه كنت بتكلم عنها؟